بالنسبة فيما يتعلق بمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، احنا عارفين ان تم الاعلان خلاص بشكل رسمي على ان مباراة السوبر هتكون يوم 20 في ابو ظبي، ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي، مباراة الاهلي والزمالك تمام. ومباراة الدوري الكلام كان على ان المباراة هتبقى يوم 24، وده فعلا ده حتى الان مباراة يوم 24، لكن الكلام دلوقتي على ايه؟ هل ينفع ان المباراة تتلعب في الامارات بحيث ان الفرقتين يكملوا هناك بدل ما يرجعوا لمصر ويبقى الوقت ضيق ويلعبوا مباراه يوم 24 ولا لا؟ الموضوع من جانب يعني اللائحه مش عارفين بالظبط هيبقى الامر صحيح ولا لا، لكن هيترتب على ايه؟ على موافقه الناديين. في تفكير في اتجاه في اتحاد الكره في الموضوع ده ان يكون المباراه مباراه قمه الدوري هناك يعني في الامارات، لكن قرار نهائي لسه مش موجود. بالمناسبه كمان مباراه الدوري هتبقى من خلال ايضا تطبيق تقنيه الفار، سواء هناك في الامارات هتتلعب او هتتلعب هنا في مصر. هي الاقرب ان هي تتلعب هنا في مصر على استاد القاهره الدولي، وهتبقى بدايه لتطبيق تقنيه الفار في مصر بشكل رسمي، وده امر غايه في الاهميه، وبالتحديد لما تبتدي مباراه قمه من خلال تقنيه الفار بخلاف مباراه السوبر، ده امر هيكون مهم جدا. اتمنى التوفيق للجميع فيما هو صالح للكره المصريه، وده الهدف الاساسي والاهم والاسمى بكل تاكيد.